اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. وبما اننا النهارده بنتكلم عن مباراه منتخبنا المصري امام المنتخب المغربي في دور الثمانيه من بطوله امم افريقيا، فحبينا ان احنا نشوف اشبال الجيل الجديد من لعيبه كره القدم اللي بتلعب بره مصر. وواحد من الاشبال دول اسمه ابراهيم رستم، ده لاعب خط الوسط المهاجم في فريق فيرجينيا ريفوليوشن الامريكي. ابراهيم من فتره اشادت به وزاره الهجره في بيان رسمي واثنت على تجربته الاحترافيه في لعبه كره القدم. ابراهيم دلوقتي معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا ابراهيم، وبدايه كده قول لي ابتديت كوره امتى، ويعني ايه الدافع اللي خلاك تلعب كوره؟ هل حد في العيله بيلعب كوره؟ هل في مثلا حد من اللعيبه قدوتك او مثلك الاعلى علشان كده حبيت تلعب كوره؟ اهلا اهلا اهلا. طبعا الكوره دي انا دي حياتي كوره. انا بدات الكوره من حوالي 7 سنين، وما لعبتهاش على طول. انا بدات بلعب وانا بلعب باسكت بول، لعبت سنتين ورحت نادي كبير، نادي شنو سويمنج في السباحة، ولعبت السباحة فترة. بعد كده نزلت مصر سنين من السنين، ورحت ملعب كرة صغير في نادي السيد مع قريبي اللي كان بيلعب كرة. وأول ما دخلت الملعب حسيت بحاجة ما حسيتهاش في حياتي. الكرة دي ممكن تجيب أي حد، يعني اللي أنت مش عارفهم مع بعض. ويعني دي من الحاجات الكبيره اللي انا بحبها قوي فيها. ومن الوقت ده يعني الكوره دي بقالها في حياتي. بتجمع الناس يعني يا ابراهيم، الكوره بتجمع الناس، ده قصدي بالظبط. عندك كام سنه يا ابراهيم بالزبط. وبتشجع المنتخب المصري النهارده؟ هتتفرج على الماتش فين، ومين بيتفرج معاك على الماتش؟ طبعا انا هتفرج مع اصحابي النهارده، مجموعه كبيره مصريه اصحابي هيجوا يتفرجوا معايا، وطبعا تمنياتي للمنتخب المصري، وان شاء الله هنشوفهم يعني هيفرحونا النهارده. طبعا احنا شفنا في الماتش اللي فات المنتخب لعب اداء يعني جميل ضد فريق كوت ديفوار، وانا شايف لو احنا لعبنا زي ما لعبنا المره اللي فاتت ان شاء الله احنا نكسب. يعني ابراهيم خليني الاول بس احييك، لان انت صغير في السن، يعني ما زلت برضه لسه صغير، يعني ما شاء الله شكلك صغير خالص يعني. بس عاوز اعرف بقى انت بتلعب في اي مركز في الملعب؟ فانا بلعب يعني نص ملعب مهاجم، فالنمره 10 او اللفت وينج، فالنمره 7. فانا يعني في الحته دي انا الكوتش من اول مره شافني طبعا شاف اللي انا لعيب، اللي انا يعني عندي الفيجن. فانا يعني لو حد فور اكزامبل قال لي انا عايز الكره في الحته دي وانا سمعته، مش لازم ابص فوق ويعني اشوف، انا اوريدي عارف لما الكره تجيلي انا هلف والعب حلو من غير ما ابص. فدي طبعا من يعني من حاجات يعني الكاركترستكس اللي انا كويسه فيا. وطبعا في اللفت وينج انا بحب ارقص وادخل على الجون واجيب جوان. طب فطبعا يعني مين قدوتك في المنتخب يعني في نص الملعب؟ طبعا انا شفت في النص الملعب احنا بدانا ب 4-3-3 بحمدي فتحي، عمرو السوليه، ومحمد النني في نص الملعب. وطبعا المنتخب الكوت ديفوار عندهم لعيبه زي فرانك كاتي وابراهيم السانجري، بس احنا قدرنا اللي احنا نسيطر عليهم في نص الملعب. وان شاء الله لو احنا قدرنا نلعب يعني عملنا كده ضدهم ان شاء الله ضد المغرب هنقدر نعمل كده ان شاء الله. طب يا ابراهيم، مع اصابه حمدي فتحي غالبا يمكن ما يشاركش النهارده، شايف النهارده كيروش ممكن يدفع بمين مكانه من وجهه نظرك؟ فاحنا شفنا المره اللي فاتت في الشوط الثاني اللي احنا لعبنا 4-3-1-2، وانا شفت احمد سيد زيزو دخل على الوينج ودخل تريزيجيه في نص الملعب. يعني انا ده اللي انا شفته، فانا شايف ان تريزيجيه ممكن يلعب في نص الملعب، او طبعا يعني هو لعيب سريع وعنده مهارات، فانا شايف اللي هو ان شاء الله هيقدر يلعب الرول ده. نفسك يا ابراهيم تكمل في امريكا ولا تحب ترجع تلعب كوره في مصر؟ طبعا الكوره الامريكيه من ضمن الحاجات الجميله فيها اللي هي بتكبر كل يوم، وفيها ستايلز الالماني والانجليزي
والايطالي كله مع بعض، فتتعلم كتير. بس طبعا لما انا بنزل مصر وبلعب مع اصحابي، يعني بلعب مع قريبي وبلعب في النادي، طبعا يعني بيبقى احساس جميل. فده طبعا يعني سؤال صعب عليا قوي، عشان انا اتعلمت حاجات كتير وانا بلعب هناك وانا بلعب هنا. ان شاء الله تكمل وترفع اسم مصر في اي مكان انت موجود فيه ان شاء الله باذن الله. طب ابراهيم، لو كارلوس كروش يعني المدير الفني للمنتخب المصري بيتفرج علينا دلوقتي ويعني شايفك، وده طبعا يعني انا عارف ان هو دلوقتي مشغول بحاجات تانية، لكن لو شاف الفيديو فيما بعد، ايه الرساله اللي تحب توجهها له كنصيحه بقى من لاعب ناشئ صغير هو المستقبل؟ طبعا انا يعني انا حلمي ان انا امثل بلدي، ده حلمي الكبير. وانا شفت كيروش وشفت ازاي طبعا يعني الشناوي يعني اوقات بيسيبنا، يعني هو اللي بيسيب في ماتشات، وادى فرصه لابو جبل اللي مع كان ما عندوش فرص كتير مع المنتخب. نعم. وهو ابو جبل دخل وهو طبعا صد البنالتي في ضرب الجزاء. فاحنا انا شايف اللي في كيروش اللي هو بيدي اوبورتونيتيز للعيبه اللي جايه، وانا نفسي طبعا ابقى من اللعيبه دي اللي اجي وامثل بلدي. فلو اداني الاوبورتونيتي دي طبعا تبقى اوبورتونيتي يعني اوف لايف تايم. زي محمد عبد المنعم لعيب عنده 22 سنه تقريبا وبيلعب في نادي فيوتشر، وشفناه الماتش اللي فات تالق يعني غايه في الروعه يعني. يعني طبعا يعني الفرونت 3 بتاع كوت ديفوار، لعيب سباشن هالر لعيب خطير قوي، وشفنا يعني محمد عبد المنعم واحمد حجازي كانوا قادرين يسيطروا عليه. فده طبعا يعني الدفاع يعني كان اميزنج في الماتش ده. طيب من اللعيبه اللي بره بقى، اللعيبه المحترفين، انت اكتر لعيب بتقلده بتفكر فيه طول الوقت واخده قدوه كده ومثل اعلى؟ ده سؤال يعني كمثلي الاعلى طبعا محمد صلاح هو مثلي الاعلى الكبير. بس انا طبعا بحب يعني كان لعيب نص ملعب، لعيب زي تياجو يعني نفسي يعني لما بتفرج عليه قبل ماتش بحاول العب زيه. ده لعيب عنده مهارات ولعيب اكسبيرينس قوي، فطبعا ده من مثلي الاعلى الكبار. ده مسك الاعلى. بس انا عاوز منك بقى وعد ان شاء الله يعني لو انضميت لصفوف المنتخب في يوم من الايام تكون يعني تخصنا احنا كصباح الخير يا مصر باول لقاء حصري معاك. ان شاء الله ان شاء الله. وعايز اشكركم، انا فرحان قوي ان انا معاكم النهارده. احنا اللي فرحانين بوجودك معانا النهارده يا ابراهيم. يعني ابراهيم كل التوفيق ليك، وان شاء الله في يوم من الايام نشوفك بتمثل مصر يعني في كل الأندية، ونسعد بيك وبأدائك بإذن الله. وزي ما احنا بنقول، زي ما احنا بنفرح بالمنتخب كمان بنفرح باللعيبة الصغيرين اللي لسه طالعين وبيبنوا أساميهم. إن شاء الله نشوفك اسم كبير بيشرف مصر في كل حتة. إبراهيم رستم لاعب فريق فيرجينيا ريفوليوشن الأمريكي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا دلوقتي.